إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. طبعا انتهينا من المرحلة الأولى، التصفيه حقت اللي هو تغيير البواجي، تنظيف بوابة، تنظيف بلف التبخير، تنظيف حساس الهواء، تغيير البواجي زي ما ذكرنا. المرحلة الثانية قلب بلف حرارة الجير، تغيير زيت الجير، وبرضه نروح للمرحلة الأخيرة اللي هو تغيير زيت الجير. تغيير زيت الجير أول شيء راح نفرغ الزيت اللي في الطنجرة عن طريق اللي هو ليات المبرد، وبعدين راح نفك الكرتير ونغير الفلتر مع الزيت، وبعدين راح نعبي 6 علب حق التنظيف علشان اللي في الكرتير يروح للطنجرة، علشان يكون منظومة كاملة كلها مغيرة الجير مع الطنجرة. لأنه أول ما تطلع الزيت عن طريق مواسير ليات التبريد بيكون يطلع هو الكمية اللي في الطنجرة، واللي في الجير يروح على الطنجرة، وبعدها نفس الحكاية عشان نعطي التنظيف كامل في المنظومة كاملة. طبعا راح نفك الماسورة اللي هنا ونحط فيها اللي حق اللي هو عشان التفريغ. فكينا الماسورة هذه، الآن ركبنا الهوز. هذا الآن يطلع زيت الجير على المبرد، ومن المبرد بدل ما يرجع على الجير يرجع على الجالون، وبكون كذا بعون الله ما أعطي فرصة لاختلاط الزيت الجديد مع القديم، يصير أطلع القديم بعدين أضيف جديد، وبهكذا الشكل يطلع كل الزيت إن شاء الله بلا كامل بدون أي تضارب في التنظيف. هذا اللي عندي هنا الزيت، لاحظوا يعني ما شاء الله باين عليه نظيف، ولكن هذا الان الزيت اللي يطلع من الجير يروح على الطنجره، واللي في الطنجره يطلع برا، وبعدين راح نفك الكرتير والفلتر ونغير ونعبي الزيت الجديد، وبكون كذا نظفنا المنظومه كامله بالكامل. لانه لو غيرنا زيت الكرتير اللي في الكرتير بس راح يبقى نص الكميه موجوده في الطنجره. طبعا لو كان البلف ما هو مقلوب ما يطلع الزيت بهذه الكميه، ما يطلع الا بعد حراره معينه. الان هذه اول مرحله، طلعنا الزيت اللي في الكرتير، راح الان نفك الكرتير ونغير الفلتر. فكينا الكرتير الان، وراح نقرصه من الاسفل شكمان، ندفع الكرتير للامام ويطلع معنا بعون الله. فكينا الكرتير، وهذا الان الفلتر عندنا، هذا عندنا الان الكرتير، وهذا عندنا الان الفلتر. الكميه هذه الان اللي عندنا، الكمية اللي في الكرتير نفسه واللي في الفلتر، لأن الفلتر في كمية نزلتها هنا، راح أحسبها كامل كمية، وراح بعدين أضرب حسابي فيها مع التعبئة للتنظيف. هذا أنا عندي هنا اللتر كامل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 لتر كامل عندي هنا الآن، راح أحوله في الجدول. هذا عندي هنا برضو 400 ملي، يعني نقول نص لتر عندي هنا مع الزيت اللي طلع مع أجزاء الجير، يعني راح أنا أعمل حسابي مع زيت التنظيف، أنا بحط 6 لتر وراح أحط برضو عليها علبة زيادة علشان بعدين من الكمية اللي تبقي أو مع الكمية اللي تبقى بعد التنظيف، يعني يصير أنا أخلي بس عندي 5 علب للتعبئة الأخيرة، وبرضو راح نقيس عليها. طبعا ما شاء الله ما في برادة، شوائب عادية، المغناطيس ما شاء الله يعني طبيعي جدا البرادة اللي فيه أو السواد اللي فيه طبيعي جدا. هذا الكرتير بعد التنظيف، وهذا الفلتر الجديد، وهذا الفلتر القديم. هركب الفلتر، وهذا برضو المغناطيس بعد التنظيف. ركبنا الفلتر، ركبنا المسامير جميعها، طبعا هذا استدلكه من الوكالة على حسب طلب الزبون، أنا خيرته بين حق الوكالة وبين مترك رب، تختار حق الوكالة. على العموم الجير ياخذ 6 لتر، أنا حطيت 7 لتر علشان بعد ما يوقف الزيت
راح يبقى معي حدود لتر ونص، فأنا بقيت معي 5 لتر وراح بدينا أعبي الزيت ونقايس بعون الله، يصير عندي 5 برا وعندي لتر ونص داخل الكارتير، بعون الله يكون المقياس كامل. ما يأثر الزيادة أثناء التفريغ لأنه أساسا أنا الآن جاي أشغل عشان أفرغ الزيت الفترة الثانية، عشان الزيت اللي كان في الكارتير طلع للطنجرة راح يطلع الآن معنا مرة ثانية مع المرحلة الثانية، فالكمية الزايدة راح يطلع ويبقى معي الكمية المحدودة اللي في الطنجرة، ويبقى بعدين زيت الجير يبقى في الكارتير حدود لتر ونص، وراح أزود 5 لتر أو 5.5 وبعدين أو 4.5 وبعدين راح نقيس العيار، يعني هو بياخذ بعون الله 6 لتر بالكامل. طبعا راح الآن نشغل ونفرغ الزيت. هذا الآن عندي برور الزيت ما شاء الله تبارك الله، انتظر وصل لي خلص الزيت ومقفل. طبعا الزيت الآن راح نفك الهوزات ونعبي التعبية الأخيرة، يكون كده خلصنا من تغيير زيت الجير وقلب البلف. ركبنا الماسورة والقفلة، كده خلصنا. أخذ منا حدود بعد التعبية، طبعا زي ما قلنا ذكرنا يكون باقي لتر ونص في الكرتير، زودنا 4.5 لتر بعدين قست الزيت طلع برضو ناقص، سويت 200 ملي، يعني أخذ منا حدود يعني الزيت كامل بعون الله 6 لتر. يعني الآن عندي هنا من 5 اللي بقيتها من غير الزيت اللتر ونص اللي في الكرتير، بقي معي هنا حدود اللي هو 400 ملي أو 300 ملي، 400 ملي نعم، لأنه هنا أساسا باقي عندي لتر ونص داخل الكرتير. أعود خلصنا كده، راح في لان جولة ونجرب ونشوف التغييرات.